لأنهم أصبحوا أهم قضية إنسانية منسية. عرضت صور ووثائق عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية من السابقين أو الحاليين في معرض خاص في طرابلس بدعوة من جمعية المعتقلين اللبنانيين السياسيين في سوريا للمجتمعين المدني والسياسي كي يتعرفوا على ملف هؤلاء المعتقلين إن بالصور أو بالوثائق، وثائق تؤكد أن المعتقلين ما زالوا قيد الاعتقال، كما كانت مطالبة بتعويضات للمعتقلين السابقين. بحب وجه رسالة أولى للدولة اللبنانية أنه تسرع وتسارع بأسرع وقت ممكن بإعطائنا التعويضات لجميع المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية. واليوم قدرنا نحن نسحب هالملف، نحركه من لجنة الإدارة والعدل ونرجعه على المجلس النيابي للهيئة العامة. معرض يرفع الصوت عاليا حول مأساة أصحاب هذه الصور كي لا ننسى، وعلها تنتهي بعودة من بقي معتقلا إلى أهله.